أحيا الفنان نزيف زيتون حفل رأس السنة ببيروت، استقبل فيه العام الجديد مع جمهوره ومحبينه ضمن أجواء مميزة. وقدم نصيف بالحفل مجموعة من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، واللي تنوعت بين الرومانسية والحماسية بظل تفاعل كبير من قبل الجمهور اللي كان عم بيردد كلمات الأغنيات، كما عبر عن سعادته أنه عم يستقبل العام الجديد مع فنانه المفضل. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو بتوثق الأجواء المميزة اللي طغت على حفل رأس السنة مع نصيف زيتون، إلا أنه اللافت كان فيديو للممثلة دانييلا رحمي بحفل نصيف، واللي كانت متواجدة بين الجمهور وعم ترقص وتردد كلمة الأغنيات بطريقة حماسية. وظهرت دانييلا بالفيديو بكامل أناقتها، حيث اختارت للاحتفال بعيد راس السنة فستان أسود، وكانت عم ترقص مع مدرب التمثيل اللبناني بوب مكرزل، بينما أطل نصيف على المسرح ببدلة سوداء. هالفيديو لقى تفاعل كبير بين المتابعين اللي تداولوه بشكل كبير، إلا أنه أثار عن جديد تساؤلات كثيرة، خصوصاً أنه انتشرت بوقت سابق أخبار بتقول أنه في علاقة حب بتجمع نصيف ودانييلا، إلا أنه ما حدا منهم نفى أو أكد هالخبر بشكل حاسم. نذكر انه بوقت سابق وخلال حلول الفنان نصيف زيتون ضيف على تلفزيون دبي مع الاعلامي هشام الهواش، اختار هشام خلال جوله بالسياره انه يتبارى مع نصيف انطلاقا من اغنيته كراميلا، وكان المطلوب انه يقول نصيف اسامي على هالوزن، وبلش هشام يقول اسماء على وزن كراميلا، وكان عم بيحاول يوقع نصيف زيتون ليشوف اذا رح يقول اسم دانييلا او لا، فصار نصيف يردد اسامي مختلفه على وزن كراميلا، حتى بالاخر قال له هشام كل الأم العربية بتعرف هالاسم إلا أنت، فضحك نصيف وقال دانييلا، الأمر اللي اعتبره الجمهور أنه تصريح غير مباشر عن علاقة الحب اللي بتجمعهم. الأم العربية عارفين الاسم إلا أنت دانييلا.